قال أمير المؤمنين لخالد: كذبت، أنت متتمكن تقتلني، لا أم لك، لا أم لك، يعني ما عندك تربية، ما عندك تربية. من يفعله، فريد واحد اللي يقتلني أضيق حلقة إست منك. الإست في اللغة العربية الفصحى يعني الطيس. أمير المؤمنين يستعمل كلمة الطيس في مسجد رسول الله بمناسبة صلاة الفجر والناس مجتمعون، نعم، لأن يريد يبين واقع قبيح، لازم يختار إلي كلمة قبيحة. وتفصيل الجملة هكذا: أمير المؤمنين يريد يقول لي: يا منيوك، ابن ملجم اللي يقتلني هم منيوك مثلك، أما المرات اللي الناس كانوا ينيشوا بيها كانت أقل بالنسبة إليك، فهذا المطاط اللي حول دبرك أصلا هذا بعد مو مطاط من كثرة ما ناتشوك، أما ابن ملجم لا، ناتشو بس قليل قليل، ذاك يقتلني، أما أنت لا، أنت ما تتمكن، أنت روح شوف علاج لطيزك حتى لا تضرب ضرطة منكرة في مجلس رسول الله. أما ابن ملجم لم يسجل التاريخ عليه ضرطة، لا في مسجد رسول الله ولا في مسجد الكوفة ولا في المسجد الحرام ولا في أي مسجد آخر. فقال أمير المؤمنين لخالد: كذبت، لا أم لك، من يفعله أضيق حلقة